طبعا بعد الصلاة نحث الناس المحافظة على الأذكار خاصة بعد الصلاة، الناس تشوفهم في المساجد يقوم يصلي ويمشي، فليت يكمل أذكاره تنزل عليه السكينة. أيضا نحث المشاهدين في الاستمرار في الوقف المضيلف في مكة المكرمة، لأن والله يا إخواني الصوارم والحوادث الكثيرة هذه نسمعها، فلان طلع ما عاد رجع، فلذلك واحد يضع شيء لنفسه، لا يذكر نفسه يذكر إخوانه، إذا كان ما عندك شيء على الأقل ترسل رسائل للآخرين ذكرهم يوقف المضيلف، وليت بعد تحطه أنت عندك في سنابك أبو عبد العزيز يرسله لك وحطه عندك في السناب عندك، حث الآخرين على التصدق في وقف المضيلف. هذه فرصة صراحة الله سبحانه وتعالى هيئها لنا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وهذه بإذن الله ما ينقطع عملك سواء في قبرك أو في آخرتك. مو بدائما العيال ينفعونك، مو بدائما المال ينفعك إلا إذا حطيتها في صدقة، فأنت الأموال هذه رايح عنها، فلذلك فرصة الإنسان أنه يضع شيء لآخرته، ما تدري فواجع الطريق وحوادث الطريق. سبحان الله، أنا قاعد أعزي أخوي وعزيز علي أخوي خالد الخراشي في ابنه، توفى الله يغفر له ويرحمه، توفى قبل أمس وصلوا عليه، يقول كان في رايح مكة في آخر رمضان، يا سبحان الله رايح مكة وشاب صالح، يقول سبحان الله رجع البيت ما يقول وقت له طاح يعني بدون مقدمات، الله يغفر له ويرحمه، ويذكرون عنه أنه ولد صالح وشاب صالح ويذكر أبوه بالخير. فهذه حياة، راح عمره 21 سنة، عمره 21 سنة من كم يوم يعني، الله يغفر له ويرحمه ويجعل قبره الله من رياض الجنة. وأتمنى أيضا من المشاهدين الدعاء له وجميع أموات المسلمين. فلذلك الواحد يا إخواني يضع نفسه، ما يدري الآن الموت ما يعرف كبير في السن، صحيح الصغار يروحون، الشباب يروحون، الأصحاء يروحون، يعني واحد يموت ينام ما يقوم إلا في قبره ملكان يجلسانه. ولذلك فرصة للإنسان أنه يقدم في هذا الوقف، حتى الله سبحانه وتعالى يبارك له حتى في ماله، يبارك له في نفسه، يبارك له في ذريته. حتى الصحابة كما حثهم الله يعني أن يقدموا بين صدقاتهم صدقة، بين يبغى تناجي ربك تقدم ايش؟ صدقة. فلذلك حتى يقول يعني الأفضل أنك لما بغيت تدعي تقدم صدقة. فهذه كلها الأمور الخير والكبيرة، هذه فرصة لنا في تقديم الصدقات. أسأل الله يجعلنا وإياكم من المقبولين عنده يا رب العالمين. آمين. وهي تزيد ما تنقص يا شيخ إبراهيم، نعم. المال يزيد، الإنسان إذا تصدق يكثر وهو قاعد الله أكبر الله أكبر. لذلك نشكر أخونا سليمان وهابي على حضوره اليوم، الله يجزاه خير ويبارك به. أخونا طارق تمنوا فينا، ما عدنا شاكرين، أنت عاد منه وفينا ولد القناة الآن خلاص. نشكر أيضا المتابعين اللي أيضا جزاهم الله خير، أرسلوا رسائل إيجابية بتغيير البرنامج. غدا إن شاء الله بإذن الله من الساعة 4 مساء حتى 7 مساء أيضا يوميا ما عدا يوم الجمعة. أسأل الله أن ينفع بنا وإياكم، وأتمنى أن نبدأ بكرة برنامجنا مع رسائل في الوقف وفي الصدقة. والله الله بالصدقة، الله يسعدكم، جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد. طيب السلام عليكم.